قرأت جوجل فوائد عديدة للمستخدمين ومخاطر تهدد أمان منازل الملايين من السرقة. بسبب الأزمة الأوكرانية، تحذيرات عالمية من تعرض الاقتصاد العالمي للخطر وتهديد سلاسل الإمداد. في أيام قرطاج المسرحية، فعاليات متنوعة و80 عرضاً عالمياً يزينون الدورة 25 من المهرجان. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح صباح جديد دايما بياتيكم من القاهره الاخباريه ومن استديوهاتنا بالقاهره. دايما حلقتنا مليئه بالموضوعات المتنوعه ونتنقل فيها ما بين الملفات المختلفه، ولكن خلونا قبل ما نبدا اصبح على عهد وحبيبه. صباح الخير. صباح الخير يا ايه. صباح الخير عهد. صباح الخير يا حبيبي. طيب احنا النهارده موضوعنا يمكن معتمد بشكل كبير على فكره من بدايه انتشار الهواتف الذكيه، ويمكن ظهر الاعتماد بشكل كبير على خرائط جوجل او جوجل مابس اللي بتعد طبعا من اكثر التطبيقات استخداما وشعبيه ده على مستوى العالم. ما اعتقدش ان في حد دلوقتي مش بيعتمد في الطرق في الوصول اليها على الجي بي اس او تحديد المواقع، خاصه لو كنا في بلد او في مدينه مختلفة عن المدينة اللي بنعيش فيها. وطبعا مع مرور السنوات تطورت ميزات هذا التطبيق وبدأ يبقى أسهل وأسرع وكمان أكثر دقة لمن يستخدمه، سواء من خلال صور الأقمار الصناعية أو اللي بيتم طبعا تحديثها لحظيا، أو من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحديد المواقع. ما أعتقدش يعني كلنا بنعتمد دلوقتي على الجي بي اس فعلا. صحيح. في تحركاتنا حتى جوه المدينة اللي بنعيش فيها. صحيح يا إيه. والحقيقه يعني زي ما هي قالت ان من اكثر هذه الميزات اللي بيعتمد عليها كثير من المستخدمين هي ميزه اسمها ستريت فيوز او مشاهد الشارع، ودي ميزه بتعتمد على وضع المستخدم في صوره محيطيه بزاويه 360 درجه عشان يقدر يتمكن من معرفه تفاصيل المكان اللي هو عايز يحدده، وبيبقى كانه بيمشي فيه من خلال الموبايل بتاعه ويبدا يشاهد المنازل والمباني في هذا المكان. وطبعا رغم ان هي بتبدو ميزه مفيده للغايه، وهي بالفعل مفيده ما حدش هيقدر يقول حاجه، لكن خبراء الامن حول العالم حذرونا منها لان هي وسيله دقيقه جدا للجماعات الاجراميه واللصوص اللي بيبقوا عايزين ينفذوا سرقات او جرائم في الاحياء المختلفه، وده لان هي بتعطي احداثيات دقيقه جدا للاماكن والمنازل، وده اللي بيضع تطبيق خرائط جوجل تحت المجهر يا حبيبه. الحقيقه يا عهد كمان انه هو امر مخيف ومقلق، خاصة لو هنتكلم على جانب آخر مهم جدا ليه علاقة بفكرة الخصوصية. خاصية مشاهد الشارع بتؤخذ يعني صورا دقيقة للغاية جدا للمنازل دون الحصول على إذن من أصحابها. ده بالفعل أمر بيجعل من عمليات السرقة أكثر سهولة، وكمان بيعرض المنازل لخطر الاقتحام. الخرائط دي والمشاهد بيتم تحديثها باستمرار،
وباتت تظهر بجودة عالية جدا قد تصل لإظهار وجه الأشخاص المتواجدون في محيط المكان المصور. وهنا بيبقى بقى التساؤل، هل ستتعامل جوجل بجدية مع هذه التحذيرات لحماية مستخدميها من كل هذه المخاطر اللي بيسببها تطبيق خرائط جوجل، أم إنها ستغض الطرف عن حماية خصوصياتهم؟ والآن مشاهدينا نبدأ برنامج صباح جديد. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. صباح يا حلو يسعد مكان بتنزلو لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله C'est le plus beau des jours sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. Il حلوه دي قامت تعجن في البدريه وديك بيتنا كوكوكو ودلوقتي هنبدأ الحلقة مع زميلتي حبيبة اللي هتطلعنا على حالة الطقس اليوم. صباح الخير حبيبة. شكرا لك يا عهد، صباح الخير عليك وعلى كل متابعينا للمرة الثانية. والآن فقرة جوية جديدة هنتعرف فيها على درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على دول العالم. تشهد درجات الحرارة في العديد من الدول انخفاضاً ملحوظاً مع وجود غيوم وتوقعات بسقوط أمطار. على كل حال نبدأ فقرتنا الجوية بحالة الطقس في عدد من العواصم العربية. بدايتنا كالعادة ستكون من القاهرة التي تشهد طقساً معتدل، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 21 درجة والصغرى 15 درجة. وفي الرياض بتشهد درجات حرارة معتدلة، بتصل درجة الحرارة العظمى ل 28 درجة والصغرى 19 درجة. وفي أبوظبي بتشهد طقس حار، تكون درجات الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة. وفي تونس بتشهد طقسا غائما غير مستقر، تبلغ درجات الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة. أخيرا الرباط بتكون درجات الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة ويكون الطقس غائم. أما ننتقل الآن إلى العواصم العالمية، نبدأ من لندن. بتشهد درجات الحرارة بداية بيكون الطقس غائم، درجات الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات. أما في باريس فترتفع درجة الحرارة العظمى إلى 19 درجة والصغرى بتكون 16 درجة. وفي موسكو بيكون 1 تحت الصفر الدرجة العظمى والصغرى بتكون 6 تحت الصفر. وفي واشنطن بتكون درجة الحرارة معتدلة مصحوبة بسحب خفيفة، تكون درجة الحرارة العظمى 15 درجة والصغرى 3 درجات. أخيرا تسجل بكين درجات حرارة عظمى 11 درجة والصغرى 5 درجات. وحديثنا عن الطقس لا يزال مستمر، ومن درجات الحرارة ننتقل إلى قصة أخرى. ففي أسبوع جديد من التقلبات المناخية يضرب إعصار القنبلة، بريطانيا وأيرلندا
محملاً برياح قوية وأمطار جزيرة وثلوج كثيفة، فيما تهدد العاصفة بيرت بتعطيل حركة النقل ورفع مخاطر الفيضانات وسط تحذيرات من تأثيرات شديدة على الحياة اليومية. ومن الطقس ننتقل الآن إلى آية لاستكمال باقي فقرات صباح جديد. إليك آية. هنروح دلوقتي لجولة جديدة في عالم الصحافة، نتعرف من خلالها على أبرز ما تناولته وكالات الصحف الأنباء العربي والأنباء العربية والدولية. البداية من وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد ومخططات الاستيطان. وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي بحجة تطوير شرق القدس قد طبخ في ظروف الحرب والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستعمرة جديدة في بيت صفافة بتطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض واللي بتبلغ مساحتها حوالي 11 حوالي يعني ما يبلغ لبناء حي يتضمن 200 وحدة استعمارية. هننتقل لصحيفة الشرق الأوسط، حيث قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وده بشأن التهديدات الإسرائيلية. أضافت الخارجية العراقية في بيان لها أن بغداد طالبت في رسائلها بإلزام إسرائيل بوقف العنف المستمر في المنطقة وأيضا الكف عن إطلاق هذه التهديدات. أوضح البيان أن إسرائيل بتخلق مزاعم وذرائع في المنطقة بهدف توسيع رقعة الصراع، مؤكدا أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن بيأتي انطلاقا من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلام والأمن الدوليين. من صحيفة النهار اللبنانية، حيث استمرت العمليات الإسرائيلية على بلدة الخيام بمختلف الأسلحة في محاولة للتوغل والسيطرة على البلدة. هذه المحاولات بتترافق مع تصعيد واضح في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في اليومين الماضيين، حيث كثف الطيران الحربي غاراته على البلدة وقصفت مدفعياته وسط البلدة وأطرافها أيضا بالقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة، كما أطلق جيش الاحتلال القذائف الفسفورية على إحدى المناطق بشمال البلدة. وبالتوازي مع ذلك بيقوم حزب الله باستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية والشرقية لمنطقة الخيام.
للمزيد حول هذا الموضوع بينضم إلينا من بيروت دكتور وسام ناصيف أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير يا دكتور معنا. وفي ضوء طبعا هذه التقارير اللي أصدرها مكتب الدفاع عن الأرض في فلسطين واللي بتكشف عن تغيرات في القوانين الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالضفة الغربية أو القدس، وده هدفه طبعا الاستيلاء على هذه الأراضي، كيف ترى تأثير هذه التحركات على مستقبل الحلول السياسية في المنطقة بشكل عام؟ لا شك أن ما يقوم به الإسرائيلي يزيد الأمور تعقيدا، لا سيما وأن كل الإجراءات التي يشرع بها الإسرائيلي هي من خارج القوانين الدولية بالدرجة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالدرجة الثانية، وبالدرجة الثالثة هو يأتي على في أعقاب ما يحصل في غزة وما يحصل في لبنان من يعني توحش إسرائيلي فعليا. وعليه فإن هذه المسائل ستزيد تعقيد الأمور ولا ندري إلى أين قد تتجه. بخصوص أيضا هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب بالتحديد، كيف تقيم الموقف الحالي وهل نستطيع القول بأن خيار الحرب المفتوحة أصبح واقع الآن دكتور وسام؟ بخصوص فيما يجري في الجنوب الإسرائيلي تضيق عليه الأمور يوما بعد يوم من أكثر من ناحية. من الناحية الأمريكية الديمقراطيون يدفعون باتجاه وقف لإطلاق النار بتحصيل إنجاز في أيامهم الأخيرة للإدارة الأمريكية، ويعلمون تحديدا ترامب عن وقف الحرب. المسألة التي تتعلق بحكم أو بما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية من خارج إسرائيل وقرب أيضا الاستماع لنتنياهو من المحكمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي من ناحية أخرى، هذا أيضا يضيق الخناق على نتنياهو، وأتى الميدان ليوجه ضربة جديدة لنتنياهو لحكومته. هو اعتبر أنه من خلال محاولة تفوقه في الميدان يمكن أن يرسم شروط معينة يخرج من خلالها ليعالج باقي المشاكل، لا سيما أن الجيش الإسرائيلي أوصى بالذهاب إلى حل في جنوب لبنان، وتتزايد الضغوطات الداخلية على نتنياهو من قبل المستوطنين ومن قبل أهالي الأسرى. بناء عليه كل المشهد هو في غير صالح نتنياهو، فهو يحاول في الميدان أن يضغط للحد الأقصى لتحصيل مكتسبات يترجمها كشروط في المفاوضات الدائرة، ولكن الميدان اللبناني لا يسمح له بذلك، هو يدفعه أثمان باهظة ولن يسمح له بإذن الله بأن يحقق ما يريده. هناك تحركات أخيرة لدولة العراق في مجلس الأمن الدولي بما في ذلك أيضا تحذيراتها من محاولات إسرائيل لتوسيع نطاق الصراع، كيف ترى دور الأمم المتحدة في هذا التدخل لوقف التصعيد، وهل يمكن أيضا للمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ يعني للأسف بكل بساطة لا يوجد دور حقيقي للمجتمع الدولي، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال ما حصل في غزة. يعني غزة لأكثر من عام مجازر، أكثر من 40,000 شهيد، أكثر من 100,000 جريح ومفقود، ولم يستطع المجتمع الدولي أن يقدم شيئا لأهل غزة. ما يمكن أن يقدم لأهل غزة هو قوتهم وثباتهم، كما هو الحال في لبنان. ما يمكن أن يؤدي لي ما يريده اللبنانيون فعليا هو ثبات المقاتلين في الميدان وثبات النازحين في الجبهة الداخلية اللبنانية، غير ذلك نحن لا نعول على شيء يتعلق بالمجتمع الدولي للأسف. يعني دكتور وسام نصيف الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك. هنروح لصحيفة فرانكفورتر الألمانية واللي نشرت خبر بتقول فيه إن المستشارة الألمانية
السابقة أنجيلا ميركل قالت إن حديث المستشار الألماني أولاف شولتز مؤخرا حول أزمة انهيار الحكومة الألمانية كان مهينا. وقالت ميركل، وهي من المرات النادرة التي تحدثت فيها مؤخرا للإعلام، أنها لم تعتبر الحزب الديمقراطي الحر شريكا بسيطا في هذا الائتلاف، ومع ذلك فهي تنتقد مظهر المستشار شولتز والذي بدا خارج نطاق السيطرة أمام أعضاء البرلمان الألماني. وبينضم إلينا الآن عربي مرزوق. يعني صباح الخير عربي، ولو بداية تطلعنا على تفاصيل تصريحات أنجيلا ميركل والسياق اللي جاءت فيه بشأن انتهاء هذا الائتلاف الثلاثي في ألمانيا. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. العالم الآن ينتظر بالتأكيد مذكرات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. هي من المرات بالطبع النادرة التي تتحدث فيها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للإعلام، ولكن هناك مناسبة كما ذكرت، وهي ظهور الآن مذكرات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ينتظرها العالم، والتي من المفترض أن يتم نشرها في أكثر من 30 دولة حول العالم، وستصدر هنا في ألمانيا في 700 صفحة بعد الغد باللغة الألمانية. لذلك ينتظر الجميع أن يقرأ ما الذي عثرته ميركل خلال فترة حكمها هنا في ألمانيا. لذلك كان هناك مناسبة نظرا لمذكراتها التي ستصدر، وأدى ببعض التصريحات لفرانكفورت ألجماينة وأيضا لصحيفة أشبيل الألمانية حول أداء الحكومة الألمانية الحالية. المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل غير راضية عن أداء المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز عن الحزب الاشتراكي بعد انهيار الحكومة نتيجة الأزمة التي نشأت بين المستشار الألماني أولاف شولتز وأيضا وزير المالية كريستيان ليندر، وعلى إثرها أقال المستشار الألماني وزير المالية السابق، وبالتالي انهارت الحكومة الألمانية. ومن المفترض أن هناك انتخابات ألمانية للبرلمان الألماني واختيار مستشار جديد نهاية شهر فبراير من العام القادم بعد أقل من 3 أشهر. يعني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عند سؤالها عن أداء المستشار الحالي أولاف شولتز قالت أن الأداء ضعيفا بشكل كبير جدا، وكما ذكرتي قالت أن أيضا الحزب وزير المالية السابق عن الحزب الليبرالي لم يكن حزبا ضعيفا، وكان على المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز أن يحتوي هذا الحزب. أيضا قالت أن على المستشار الألماني دائما أن يعلم أن مكتب المستشارية هو رمز للدولة، وعندما تكون هناك أزمة تضرب الحكومة يجب حل هذه الأزمة بين جدران المستشارية، ولا يصرخ المستشار الألماني أمام أعضاء البرلمان الألماني البوندستاج وأمام المواطنين ليظهر بهذا المظهر الضعيف. هي علقت على أداء المستشار الألماني في الخطاب الشهير الذي كان قبل أسبوعين من الآن، والذي تكلم فيه عن انهيار الحكومة الألمانية، وكان يظهر بمظهر ضعيف وكان مضطرب إلى حد ما، وكان يصرخ بالفعل أمام أعضاء البرلمان الألماني البوندستاج تعليقا عن انهيار الحكومة. يعني من وجهة نظرية أن هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد الألماني. دولة بقوة وبحجم ألمانيا يجب حل هذه المشاكل بين جدران مكتب المستشار مع باقي الوزراء، وألا يقف المستشار الألماني أمام الشعب الألماني ويظهر بهذا المظهر الضعيف. لذلك جاء هذا التعليق من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للصحف الألمانية، وقالت أنها عاصرت الكثير من المشاكل خلال فترة حكمها هنا في ألمانيا، أبرزها الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي ضربت أوروبا أيضا، وكان المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل دورا كبيرا في حل هذه الأزمة. وكانت صرخاتها، هي كانت قالت وسائل الإعلام الألمانية أنها كانت تصرخ على الوزراء ولكن داخل مكتب المستشارية لحل كل هذه الأزمات، ولم تقف أمام البرلمان لتظهر بهذا المظهر الضعيف الذي ظهر عليه المستشار الألماني أولاف شولتز. هذا فيما يتعلق بتصريحات أنجيلا ميركل. خبر آخر أيضا عربي في الصحف الألمانية عما صرحت به الحكومة الألمانية، أنها دعمت ماليا آلاف الأشخاص في مغادرتهم الطوعية للبلاد. تفاصيل أيضا ذلك الخبر عربي. من وجهة نظر الخبراء آية هنا في ألمانيا، قالوا على صفحات الصحف الألمانية صباح اليوم أن ألمانيا تأخرت كثيرا في مثل هذا البرنامج. هذا البرنامج ظهر أيضا في السويد، وألمانيا تحاول تقليد هذا البرنامج، لأن هو برنامج العودة الطوعية للاجئين الذين رفضت طلبات لجوءهم أو من الصعب جدا حصولهم على طلبات لجوء هنا في ألمانيا، نظرا لأنهم يأتون من بلاد آمنة إلى حد ما. لذلك هذا البرنامج بدأ منذ بداية هذا العام. يدفع قيمة هذا البرنامج، هي الحكومة الألمانية والطبع وحكومة الولايات الألمانية 16، وبلغت قيمة هذا البرنامج الأموال التي صرفتها على اللاجئين الذين عادوا طوعية إلى بلادهم أكثر من 5 ملايين يورو تقريبا، وبالفعل عاد أكثر من 4000 لاجئ من الذين رفضت طلبات لجوهم أو اضطر الحكومة الألمانية أن صعب جدا أن يحصلن على لجوء هنا في ألمانيا، فعادوا طوعية. تدفع الحكومة إلى الألمانية قيمة تذكرة الطيران وأيضا جزء من ربما عاما كاملا من الرعاية الطبية في بلده الأصلية التي سيذهب إليها، وربما هناك مبلغ آخر بسيطا ليبدأ حياته في بلده الأصلية التي ستوجه إليها، ولكنه مبلغ زهيد إلى حد ما. ولكن نجحت الحكومة الألمانية في ترحيل 4000
لاجئ من الذين رفض الطلبات لديهم، ومن المنتظر أن يزيد هذا الرقم خلال الفترة القريبة المقبلة. ولكن حسب المحللين، ألمانيا تأخرت كثيرا في مثل هذه البرامج، ولكن إلى حد ما بدا ناجحا حتى هذه اللحظة. وتأمل الحكومة الألمانية الحالية على اللسان المتحدث باسم مكتب الهجرة هنا في ألمانيا أن يصبح هذا البرنامج أكثر نجاحا وترحيل عددا كبيرا من اللاجئين الذين بالفعل رفض الطلبات رجاء لجوئهم خلال العام المقبل 2025. عربي مرزوم مراسل القاهرة الأخبارية كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك عربي. هنا بتنتهي جولتنا في عالم الصحافة، وهنروح مرة تانية لعهد وحبيبة لاستكمال باقي فقرات صباح جديد. والآن مع فقرة اقتصادية جديدة نتعرف فيها على أهم ما يدور في عالم المال والأعمال. مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا تتزايد التحذيرات العالمية من تعرض بعض المكونات الأساسية للاقتصاد العالمي للخطر، حيث تشهد الأسواق حالة من عدم اليقين مع تطورات الوضع، وتسهم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في زيادة تقلبات الأسواق. وإلى جانب المخاطر الجيوسياسية، هناك قلق عالمي بشأن تأثير النزاع على سلاسل الإمداد، خاصة في الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية الحيوية والمواد الأساسية لإنتاج أشباه المواصلات مثل البلاديوم والنيون اللذين يتم استخراجهما من روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن أشباه المواصلات تعتبر عنصر أساسيا في العديد من الصناعات الأمريكية، ومن المحتمل أنها تؤدي ندرة هذه المواد إلى تأخيرات في الإنتاج، مما سينعكس على الاقتصاد بشكل أوسع وقد يساهم في زيادة معدلات التضخم. تصاعد كبير، تشهده الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أصبح يمثل تهديداً كبيراً على المكونات الأساسية للاقتصاد العالمي الحديث، وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين مع تطورات الوضع على الساحة الأوكرانية، حيث تسهم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في زيادة تقلبات الأسواق. فمنح الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لاستهداف الأراضي الروسية زاد من حدة الصراع بشكل يعد تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية. إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، يتزايد أيضاً القلق العالمي بشأن تأثير النزاع على سلاسل الإمداد، خاصة في الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية الحيوية. المواد الأساسية لإنتاج أشباه المواصلات مثل البلاديوم والنيون يتم استخراجها من روسيا وأوكرانيا، والتي تعد عنصر أساس في العديد من الصناعات الأمريكية، ومن المحتمل أن تؤدي ندرة هذه المواد إلى تأخيرات في الإنتاج، ما سينعكس على الاقتصاد بشكل أوسع وقد يساهم بزيادة معدلات التضخم، ليس بالولايات المتحدة وحدها بل بالعديد من الاقتصادات على مستوى العالم. وللمزيد ينضم إلينا من لندن دكتور محمد العاطفي، رئيس تحرير الشرق والكبير الاقتصادي. أهلا بك في البداية في صباح جديد. يعني بداية، كيف يؤثر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي تحديدا؟ صباح الخير عليك وعلى المشاهدين للقاهرة الإخبارية. أولا، الحرب الروسية منذ بدايتها كان لها انعكاسات، فقد أسهمت في ارتفاع نسب التضخم وأيضا ارتفاع في الأسعار وحتى تأثر النمو.
وهناك أيضا العالم يفكر في إعادة الإعمار في أوكرانيا التي تحتاج إلى أكثر من 100 مليار حسب أرقام 23. إذن يعني ما ترتب على هذه الحرب أشياء كثيرة. لو نظرنا إلى روسيا أيضا نجد أن الناتج القومي الروسي تأثر بأكثر من 30%، فقط 30% من قيمته. الغاز الروسي انخفضت تصديراته، الكميات الواردة إلى العالم انخفضت، وبالتالي حتى لعبت العقوبات الاقتصادية دور أهم، وكان له أيضا التأثير على الصين، رغم والصين تعتبر أكبر مستورد للطاقة من روسيا. والصين في هذه الحالة تحاول أن توائم في العلاقة بين روسيا وبين السوق في الاتحاد الأوروبي وأمريكا. إذن بصفة عامة هذه الحرب بالتأكيد لها تأثير، ولا ننسى أن كان تأثير الإنتاج القمح والزيوت دور مهم في الأسعار في العالم. هذا ساعد في ظل اقتصاد عالمي ليس به نسب نمو أن يؤثر على نسب التضخم ويزيد في نسب التضخم. إذن هذه الحرب تعتبر عقبة أمام الاقتصاد على الجانبين، على روسيا وأوكرانيا وعلى العالم من جهة أخرى. وبالتالي لابد أن يكون هناك الوسائل التي توقف هذه الحرب. دكتور، محتاجة أعرف من حضرتك يعني كيف يؤثر استمرار الحرب على سلاسل الإمداد العالمية اللي كانت متأثرة بالفعل منذ فترة جائحة كورونا؟ هذا صحيح. يعني أولا خصوصا لو نظرنا إلى سلاسل الإمداد التقنية، نجد أن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول التي تصدر البلاديوم والنيون. أوكرانيا على سبيل المثال تصدر النيون المستخدم في صناعة أشباه الموصلات، ونقص هذا الخام يعرقل إنتاج الرقائق الإلكترونية. ولا ننسى أن الرقائق الإلكترونية اليوم هي الوسيلة الجديدة التي يعمل عليها العالم، أو هي الثورة التي تقوم عليها العديد من الصناعات في هذه المرحلة. وحتى التحول، هذا التحول يحتاج إلى هذه الرقائق التي تحتاج من الدرجة الأولى إلى هذه العناصر التي من خلالها أو أي شيء متعلق بالتكنولوجيا يحتاج إلى هذه المعادن التي بدورها تؤثر، ونقصها يؤثر على الأسواق. نحن في حاجة حتى في التكنولوجيا، العالم الآن يعتمد على التكنولوجيا بصورة أو بأخرى، فنقص أي شيء في هذه التكنولوجيا. نعم، وفي هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية والإجراءات الأخيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في دعم أوكرانيا، برأيك كيف تهدد هذه الإجراءات على الاستقرار الاقتصادي العالمي أيضا؟ هذا من الدرجة الأولى يخيف المستثمرين، وبالتالي يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، سيتجهون إلى الذهب والدولار، وهذا سيضر الأسواق أو الاستثمارات، خصوصا الأسواق الناشئة. أيضا ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، هذا أيضا ربما يطيل أمد الأزمة في سلاسل التوريد. من المحتمل أن يكون هناك ركود اقتصادي نتيجة التراجع في النشاط الاقتصادي. المؤسسات الدولية وانقسام العالم يضعف المؤسسات الدولية ولا تصبح لها دور. فإذا يعني هذا التهديد بدوره ينعكس على العالم في أكثر من مجال، وربما يهدد التجارة العالمية بصفة عامة. صحيح دكتور. سؤال آخر، يعني هل يتغير وقع هذه التأثيرات من دولة إلى أخرى؟ يعني إذا كنا نتحدث عن الدول النامية مثلا. بالتأكيد هو يعني ربما رؤيتي أن يكون أن
الدولة التي لديها اكتفاء وتستطيع في ظل هذه الحروب أن تكتفي ذاتيا ربما يساعدها إلى حد ما من الخروج من الأزمات. لكن لو نظرنا وتحدثنا يعني نحن نتحدث أن هناك من يدق طبول الحرب العالمية في هذه الحالة، نحن نتحدث أن سيكون هناك وقف للتجارة وستتضرر التجارة، سنجد أن العالم أمام كارثة كبيرة، وبالتالي هي مسألة الاكتفاء الذاتي في هذه المرحلة. لكن بصفة عامة العالم يبحث عن أزمة ويحاول يبحث عن حل ويحاول الخروج من الأزمة. هذا ما يفكر في العالم في إيجاد حل لهذه الأزمة، خصوصا أن العالم يترقب قدوم الرئيس ترامب، وربما تكون له رؤية في اتجاه أوكرانيا ويغير مسار الحرب. لكن هناك على الجانب الآخر مشكلة كبرى، وهذه المشكلة في هناك تقارب الآن روسي مع الصين وكوريا الشمالية، وحتى هناك جنود من كوريا الشمالية على الأرض في روسيا ربما يبدأون في الدخول إلى المعركة. هذا بدوره ربما يعزز الموقف السوري الروسي، لكن سينعكس على المجتمع الدولي. هذا سيدعو أوروبا إلى التدخل، ومن هنا تبدأ المشكلة. ففي هذه المرحلة من الواضح يعني حتى لو نظرنا إلى الموقف الألماني، سنجد أن ألمانيا يتم انتقادها، شولتز يتم انتقاده لكونه فتح حوار مع بوتين. بحديثك دكتور محمد عن نقطة ترامب وتحديدا التقارب الروسي الصيني، هل تتوقع حقا أنه لديه قدرة على حل هذه الأزمة؟ من الواضح كما ذكرنا أن تدخل كوريا هذا بدوره يغير المعادلة بعض الشيء. لكن هل سيكون ترامب قادر على أن يحتوي هذه الأزمة؟ من الواضح كما ذكرنا، لأن الموقف الأوروبي حتى بريطانيا، نجد أن موقف بريطانيا واضح في أنه يستعد لدخول هذه الحرب ولا يريد أن يفتح حوار مع روسيا. هذا بدوره يؤكد أن من المحتمل أن ينصاف ترامب إلى هذه الرؤية، لأنه لن يفقد أوروبا، وبالتالي من الممكن أن تستمر أو يتم إطالة أمد هذه الأزمة. دكتور محمد، يعني على الجانب الآخر بتجد تقارب روسي صيني في تزايد مستمر، يعني كيف ترى ذلك ومدى تأثيره في تطورات هذه الأزمة؟ أولا الصين من الممكن احتوائها، لأن لديها أسواق وعلاقات جيدة جدا في عالم الاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا، وبالتالي هي لا تريد أن تخسر هذا السوق. على الجانب الآخر هي تميل بعض الشيء، لأن هذه الأزمة ربما إذا أتى ترامب وكان هناك حظر على بعض المنتجات وزيادة الجمارك على الصين، هذا بدوره يجعل الصين هي أقرب إلى روسيا سياسيا، لكن اقتصاديا هي لا تريد أن تنفك من هذا التحالف التجاري مع أوروبا ومع أمريكا. يعني هل إذن ذلك مجرد انتهاء لهذه الحروب، مجرد انتهاؤها يمكن حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، أم أن تبعاتها قد تستمر لسنوات طويلة؟ هذا يعتمد، لأن حل المشكلة مهم جدا. لكن لو نظرنا أن العالم لو بالفعل تم إيقاف هذه الحرب، ستعود الأمور كما كانت عليه، ستدفق الغاز الروسي، سيكون هناك أزمة الغذاء من الزيوت ومن القمح ستعود كما كانت عليه، وبالتالي هذا سيكون له الدور في أن التقارب أو إيجاد حل لهذه المشكلة ربما يساعد الاقتصاد العالمي. غير ذلك أو إطالة أمد الأزمة، هذا بدوره سيكون له التأثير، يعني العالم ربما ينتظر، ربما نشهد ارتفاع في أسعار الغذاء، ربما نشهد أسعار الطاقة،
بالإضافة إلى التضخم. إذا هنا القضية، هل يستطيع العالم استيعاب هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها خصوصا في فترة ترامب، أم سينصاغ ترامب إلى الرؤية الأوروبية التي ترى في إطالة أمد الأزمة هو أحد الأهداف الخاصة بأوروبا؟ نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد العطيفي، رئيس تحرير الشرق تريبيون والكبير الاقتصادي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. ونتعرف الآن على مجموعة من أهم أخبار التكنولوجي حول العالم وآخر التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي. بتسعى وزارة العدل الأمريكية لإنهاء الشراكة بين شركة جوجل وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك، وبتأتي هذه الخطوة في إطار اقتراح بيهدف لمنع حجب من الاستحواذ أو التعاون مع الشركات اللي قد تؤثر على تجربة المستخدمين في البث، بما في ذلك المنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. مع تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعيا إلى حماية حقوق المؤلفين وإبرام عقود مع الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات لتحقيق المداخيل من محتواها. اقترحت دار نشر هاربر كولينز الأمريكية الكبرى أخيرا على بعض مؤلفيها عقدا مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي تبقى هويتها طي الكتمان، يتيح لهذه الشركة استخدام أعمالهم المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. شركة أوبن إي آي مطورة تطبيق تشات جي بي تي بدأت مؤخرا في التفكير في تطوير متصفح ويب مدمج مع روبوت الدردشة الخاص بها، وفي خطوة بتهدف لتحسين تجربة المستخدم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث وتصفح الإنترنت. وفي إطار هذا المشروع ناقشت وأبرمت الشركة صفقات مع عدد من مطوري التطبيقات والمواقع الإلكترونية البارزة بهدف تطوير ميزات بحث جديدة بتساعد في تعزيز كفاءة وفعالية متصفح الويب اللي بتخطط الشركة لإطلاقه. أعلنت مايكروسوفت عن تطبيق جديد للترجمة الفورية بيسهل عملية التواصل بين الأشخاص بلغات مختلفة. أشارت مايكروسوفت على موقعها الإلكتروني إلى أن تطبيق مايكروسوفت ترانسليتر برو الجديد مخصص بشكل أساسي للمؤسسات والشركات، والمهم فيه أنه بيحافظ على سرية بيانات الشركات ويمكن تسجيل الدخول إليه من حساب الشركة الإلكتروني واستعماله أثناء اجتماعات العمل، وتخزين أيضا بيانات الترجمة في خدمة التخزين السحابية التابعة للشركة على الإنترنت ولموظفي الشركة فقط صلاحية الوصول إلى البيانات التي يخزنها هذا التطبيق. تطبيق خرائط جوجل أو جوجل مابس هو من أهم التطبيقات اللي بيعتمد عليها مستخدمو الهواتف الذكية للوصول لمواقعهم، وده طبعا اللي دفع شركة ألفابات المالكة للتطبيق إلى تطويره وإضافة ميزات كثيرة عليه، ومنها ميزة ستريت فيو التي تعرض الشوارع بدقة عالية وبزاوية 360 درجة.
صحيح يا حبيبة، والحقيقة أن هذه الميزة يعني رغم أهميتها وفوائدها الكثير لكن هي قد تتحول لنقمة. يعني حضرت تقارير في عدة دول من أن ميزات خرائط جوجل قد بتكون مفيدة للصوص، يعني بتساعدهم للتخطيط واقتحام المنازل والمباني المختلفة، فهي بتساعدهم وبتعطيهم فرصة أن هم يقدروا ينفذوا خططهم بدقة عالية جدا وبدون الحاجة لرصد المواقع اللي بيريدوا يستهدفوها. في الوقت الذي يعتمد فيه مليارات البشر على تطبيق خرائط جوجل على أجهزة الأندرويد وآي أو إس، خرجت تقارير تحذر من استخدام ميزات التطبيق في أعمال السرقة والعمليات الإجرامية. يعد تطبيق خرائط جوجل أكثر التطبيقات جماهيرية في العالم، ويعتمد عليه الكثيرون في تحديد مواقعهم، وهو ما دفع جوجل لإضافة ميزات تسهل عمليات تحديد الموقع بصورة سريعة وأكثر دقة وواقعية. ومن أهم تلك الميزات هي مشاهد الشارع أو Street Views، والتي توفر مشاهد لملايين المواقع والشوارع بصورة واضحة وبزاوية 360 درجة، وهو ما يتيح للمستخدم التعرف على شكل المكان الذي يسعى للوصول إليه وتمييز معالمه وكأنه يسير فيه. ورغم كونها ميزة مهمة ومفيدة خاصة في حالات السفر لبلاد أخرى، فإنها من الممكن أن تتحول لنقمة إذا ما تم استخدامها من قبل اللصوص أو المجموعات الإجرامية للتخطيط لجرائمهم وسرقاتهم، وهو ما يؤكده الخبراء الأمنيون في جميع أنحاء العالم. فنتيجة لهذا التطبيق أصبحت منازلنا التي نعيش فيها والمركبات التي نقودها والأماكن التي نقيم فيها متاحة لأي شخص، فهو يعطي معلومات لا تقدر بثمن وإحداثيات دقيقة للكثير من الشوارع والمباني وغيرها من المواقع، وهو أمر أدركته جوجل متأخراً لتقدم للمستخدمين طرقاً مختلفة للتشويش أو إزالة المنازل والشوارع غير المرغوب بعرضها، ولكنها وسائل غير كافية لتحقيق الخصوصية والأمان للكثيرين. ولمناقشة هذا الموضوع المهم بينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المهندس بلال الحفناوي استشاري التحول الرقمي. صباح الخير مهندس بلال، وفي البداية خليني أسألك يعني كيف يمكن لخرائط جوجل إن هي تتحول لخطر على الكثير من الناس، وخاصة إذا تم استخدامها من قبل اللصوص الذين يترصدون للسرقات أو اقتحام المباني المختلفة زي البنوك والشركات والمنازل؟ صباح الخير لكم جميع المشاهدين والمستمعين، وشكرا على الاستضافة. سؤالك مهم، انه يعني كيف يمكن استخدام خرائط جوجل من قبل المجرمين. يعني الميزة المهمة في خرائط جوجل مابس اللي هي ستريت فيو، هي صورة الشارع بالتفصيل. هذه الميزة يعني يمكن استخدمها يعني اللصوص للتخطيط لعمليات سرقة، لعمليات اقتحام. يعني هم بيستغلوا انه في تفاصيل دقيقة موجودة حول المباني والشوارع، مما يسهل عليهم دراسة المنطقة عن بعد. يعني يعني استخدامها السلبي انه يتم التخطيط للسرقة عن طريق دراسة الخرائط، الدخول للستريت فيو بالتفصيل، تحديد نقاط الدخول المحتملة لأي بيت، مداخل ومخارج أي بيت، مداخل ومخارج أي شارع، طبعا أي مبنى مش شرط بيت معين، يمكن يكون شركة، يكون بنك. كمان في بعض التفاصيل بتكون فيها كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع أو كاميرات المراقبة الموجودة في نفس المبنى، فبدرسوا أنظمة الأمن وبحددوا الأوقات المناسبة كمان للتنفيذ، يعني بناء على دراستهم للشارع وبناء على حجم الترافيك أو الحركة اللي بالشارع. كمان بيستخدموها للاستطلاع، يعني استطلاع استكشاف المناطق المحيطة بالهدف، رؤية يعني كافة تفاصيلها، يعني عشان التفكير بموضوع الهروب وموضوع التعرف على روتين السكان وأماكن تواجدهم. نعم. والنقطة الهامة أيضا. نعم تفضل. تفضل.
يعني الخرائط بما فيها تفاصيل بتحدد تفاصيل البيوت، مثلا أهداف قيمة، فلل، منازل فاخرة، شركات معينة، بنوك على أطراف المدينة أو بنوك بوسط المدينة، بحيث أنها تكون بعيدة عن حركة المشاة أو حركة الناس، ساعات الذروة، ابعد عن ساعات الذروة. يعني الهدف هو يعني رصد وتحديد الوقت المناسب وطريقة الدخول والخروج المناسب للهدف. هل تدرك جوجل أن ميزاتها الفائقة مثل ستريت فيو ممكن هي تتحول لأداة للسرقة أو حتى العمليات الإجرامية، نظرا طبعا لما تقدمه من تفاصيل حول الشوارع والمنازل؟ طبعا ميزة ستريت فيو موجودة هي، لكن مش موجودة بالتفاصيل بكل العالم، لكن هي الهدف الأساسي من وجود خرائط جوجل هي الانتقال من مكان لآخر، استخدام التقنية للتسهيل على حياة الناس، تحسين تجربة يعني جيدة للمستفيدين، استكشاف الأماكن، تخطيط للرحلات. احنا أغلبنا بيستخدم الجوجل مابس للانتقال من منطقة لمنطقة، معرفة الطريق الأسرع، معرفة المناطق الأقل ازدحاما، أو تنظر على منطقة بدك تزورها، منطقة سياحية. لكن جوجل بتركز بال أساس أنه هذا الهدف من قراءته هو هدف إيجابي، لكن طالما صار هنالك استخدام سلبي وجانب مظلم للتكنولوجيا في خرائط جوجل، أدركت جوجل هذه المهمة وانتبهت لها أنه يمكن استخدام ستريت فيو بطريقة سلبية. احنا بنعرف طريقة ستريت فيو اللي هي عبارة عن كاميرا موجودة على سيارة بتصور المنطقة بما فيها من أماكن، من أشخاص، من سيارات، من بيوت، من كل التفاصيل. يعني بتعمل 360 درجة، كاميرا بشكل 360 درجة بتصور، بتمسح المنطقة بشكل كامل من ضمنها البيوت والأشخاص. ممكن شخص يظهر وجهه في الجوجل مابس، ممكن بيت تظهر تفاصيله، ممكن اسمك يظهر في الجوجل ماب أو اسم صاحب البيت أو اسم المكان. جوجل انتبهت لهذا الشيء يعني أوجدت طريقة للشكوى في حال أنه هناك انزعاج من هذه الخدمة وأردت أن تحجب منزلك على ستريت فيو، ممكن تدخل على جوجل وتعمل إجراءات بسيطة أنه عن طريق جوجل ماس وتلغي هذه الستريت فيو عن طريق التشويه للصورة، أو يعني بسموها تضليل على الصورة. يعني طريقة أنك تلغيها سهلة، بتدخل على قراءة الجوجل، تبحث عن عنوان منزلك، بتشوفه، بتدخل على ستريت فيو، تدخل على المنطقة اللي أنت ساكن فيها أو اللي بدك تبلغ عن المشكلة فيها، يعني بتضغط على إبلاغ عن المشكلة، ويعني وبتطلب إخفاء صورتك أو إخفاء صورة منزلك أو صورة سيارتك أو أي شيء بخصك مش حابب يطلع على جوجل مابس، بناء عليه بحجبوا هذه الصورة يعني وبيبعدوا عنك المشاكل إذا حسيت نفسك يعني معرض للخطر. طيب كنت عايزة أعرف من حضرتك، هل جوجل يعني ممكن تلغي العديد من ميزات خرائطها بسبب استخدامها في السرقات وإن هي بتشكل تهديد للملايين من المستخدمين؟ يعني إلغاء الخدمة صعب يعني من سوء استخدامها، يعني هو أمر مستبعد حسب توقعي. التقنيات بتتطور، الهدف منها هو فائدة البشرية، هو تحسين نوع الحياة، تحسين طبيعة الانتقال بين الأماكن للأخرى. هلأ سوء الاستخدام موجود، لكن احنا سوء الاستخدام يستخدم من قبل قلة من الناس، يعني أو ليس الهدف انه الغاء الخدمة كلها بسبب وجود اشخاص سيئين، لكن ممكن جوجل راح تركز على تطوير آليات انه تعمل فعالية اكثر لمنع استخدام التقنية للاستخدامات السلبية. يعني ممكن يصير حظر على بعض الاماكن المهمة، انه يعني يتم تشويه الصورة او اخفائها بطريقة ما، وهذا تتم في المناطق العسكرية والمناطق الحساسة. وأيضا يعني ممكن الأشخاص نفسهم أصحاب البيوت إذا بتأدوا يبلغوا عن هذه الشكاوي. لكن من أن ننتبه أنه جوجل الهدف منها هي طرح الخدمة، ميزة الإلغاء بالنسبة لهم تعتبر ميزة سلبية للتطبيق، ستقلل من عدد المستخدمين. هم بيستفيدوا من الخرائط أنه المعلومات الموجودة ممكن يستفيدوا منها الناس في الإعلانات، ممكن يستفيدوا منها في الترويج لمنتج معين أو لبيت معين أو لمكان سياحي معين. لكن جوجل بشكل عام بحاجة إلى إطار تنظيمي يعني يتحكم في هذه البيانات اللي ممكن تزودها عن طريق الستريت فيو. يعني هذا تعتمد على إطار التنظيم في كل دولة وما تسمح له بإظهاره داخل ستريت فيو. طبعا هذا موضوع التنظيم موضوع شائك، لأن التقنيات الرقمية يتم تطورها بشكل كبير، والتنظيم للتقنيات الرقمية يتم بشكل لاحق وليس سابق. يعني احنا ما بنعرف عن المشاكل التي ستظهر من التقنية، لكن عند وجود التقنية وبداية استخدامها تظهر مشاكل، يتم عمل تنظيم لاحق لهذه التقنيات وتقنينها من قبل كل دولة حسب
أهمية هذه الخدمة وحسب مدى الضرر ممكن تقدمه للأشخاص. ويبقى السؤال هنا، يعني ألا يعد تصوير جوجل للشوارع والممتلكات الخاصة تعدي على الخصوصية لدى أي شخص؟ يعني هذا سؤال معقد. إذا بدنا نحكي عن موضوع الخصوصية، هي الملكيات الخاصة هي تخص الشخص وليس تخص جوجل أو تخص أي حدا ممكن يشوف هذه الملكيات. بنفس الوقت الملكية الخاصة موجودة، يمكن تشوفها بالعين المجردة، يعني قراءة جوجل بتعتبر نفسك محل شخص ماشي بالشارع ممكن يشوف هذه الملكية. فهذا السؤال معقد، بيختلف تعامل معه يعني من دولة لأخرى. لكن بشكل عام جوجل عندها تقنيات تشويش ممكن تستخدمها على وجوه الأشخاص، على لوحات السيارات، على المعالم الخاصة في البيت، وتعطي الخيار للشخص أنه يلغي صور منزله أو صور شارعه أو سيارته زي ما حكينا بالبداية عن هذا الموضوع، لتقليل التعدي على خصوصيته في العصر هذا اللي احنا فيه، العصر الرقمي اللي يتطور بشكل كبير. لكن احنا زي ما حكينا انه كثير ميزات بالتقنية يتم تقنينها من قبل الدول. يعني في بداية مثلا الجنريتيف اي اي والذكاء الاصطناعي التوليدي، كثير من الدول رفضته، لكن بعدين حطت تنظيمات معينة وشروط معينة لاستخدامه، وبعدين سمحوا باستخدامه. وكذلك الستريت فيو هي ميزة يتم تطويرها بشكل كبير بجوجل. جوجل بتحدث خرائطها بشكل كبير، هدفها الوصول للعناوين بشكل أسرع. طبعا احنا كل ما كانت الخرائط محدثة وتفاصيلها الدقيقة واضحة أكثر، بتساعدنا في موضوع القيادة المستقلة الأوتونوموس درايفنج، يعني السيارات المستقلة القيادة راح تستخدم الخرائط على المدى البعيد للتنقل من بيت لبيت أو من شارع لشارع أو من منطقة لمنطقة. فكلما كانت الخرائط أكثر دقة، كل ما ساعدت السيارة ذاتية القيادة أنها تنتقل من مكان لآخر بشكل كبير. لكن هنالك سوء استخدام زي ما حكينا، ممكن يحافظوا على الإشارات الأساسية للشوارع مثل اسم الشارع بدايته ونهايته، العلامات الخاصة بالشارع وليست خاصة بالأشخاص، ويخفوا أو يشوشوا على المعلومات الخاصة بالأشخاص للاستفادة من ميزة الخرائط والستريت فيو وتقليل الخطر على الأشخاص. يعني هي موضوع يعني قابل للنقاش والتعديل والطرح وقابل للإضافة حسب كل دولة منظورها لمنظور الخصوصية، اهتمام الدولة بالمحافظة على الملكيات الخاصة والبيانات الشخصية وعدم يعني استغلالها لاقتحام خصوصية الأشخاص أو خصوصية المباني أو المؤسسات العامة بشكل خاص، مع المؤسسات العامة أو مؤسسات خاصة أو بنوك أو أي شيء يعني يتعدى الخصوصية. لكن هنا يعني من أخيرا من نأكد على الوعي بأهمية مخاطر التكنولوجيا، إنه حماية الشخص تبدأ منه نفسه، إنه يجب عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه وحماية معلوماته. مش ضروري إنك حتى تحط معلومات إضافية. يعني أنا ممكن ملاحظة بدي أحكيها، الخرائط جوجل مابس كمان ممكن هنالك معلومات يتم إضافتها من قبل الأشخاص. يمكن شخص يحط مؤشر على موقع، يحط اسمه أو اسم بيته أو اسمه أو رقم تليفونه أو عنوان هذا البيت أو مواصفاته. فهذه من منطلق هو أفصح عن معلوماته الشخصية وليست الخرائط التي أخذتها. فهنا الاحتياطات يعني تبدأ من الشخص نفسه بعدم وضع معلومات غير ضرورية وغير هامة على موقع عام أو خرائط عامة ممكن أي شخص يشوفها ويستغلها سلبا. طبعا في عقبات أخرى لموضوع الاستغلال المعلومات هذه، ممكن الأشخاص يعني بتحلوا الانتحال الشخصية أو الاحتيال الرقمي، ممكن عن طريق جوجل مابس يعرف معلومات بيتك، وعن طريق مراقبة صفحاتك الاجتماعية يعرف حركتك. فأنت تعطيه معلومة واضحة عن طريق الصفحة الاجتماعية عن خروجك من المنزل، أو أنت موجود في مكان معين أو في مطعم معين وأنت بيتك بعيد عنه، وبنفس الوقت هو عنده تفاصيل بيتك ووين موجود البيت. ممكن يستغل الشبكات الاجتماعية مع خرائط الجوجل مابس أنه يضطر يعني يعمل سرقة أو احتيال أو انتهاك لخصوصيتك عن طريق معلوماتك اللي أنت زودتها. لذلك المعلومات الإضافية التي لا يجب يعني إظهارها، مش ضروري الواحد يظهرها لأي شخص أو على العموم، يعني يخليها على المستوى الشخصي على مستوى العائلي بدون تفاصيل يمكن استغلالها ضد مصلحة الشخص. سيد بلال، خلينا نروح لنقطة أخرى، يعني هل تعتقد أن شركات التكنولوجي زي ألفابت بتتحمل مسؤولية قانونية عن استخدام منتجاتها في أعمال غير قانونية؟ موضوع الإطار التنظيمي للتقنيات الرقمية لا زال في مرحلة يعني الاستكشاف،
يعني لا زال في مرحلة يعني لم يصل إلى مرحلة نضج متكامل وتحميل المسؤولية بشكل أو بآخر على شركة معينة أو على شخص معين. دائما حكينا إنه الخرائط هي تظهر مواقع عامة، ممكن إذا أنت شخص تأذيت ممكن إنك تشتكي عليهم ويتم تشويش المنزل أو سيارتك. الإطار التنظيمي لكل دولة يختلف من دولة الأخرى، كيفية التعامل مع البيانات الخصوصية يختلف من دولة الأخرى. لا يوجد يعني بيحكوها no one size fits all، يعني ما في مقاس واحد للجميع، ما في تنظيم واحد لكافة الدول. وزي ما احنا لاحظنا حتى بتقنيات التحول الرقمي، بالذكاء الاصطناعي، بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كل دولة لها إطار تنظيمي. لكن مثلا كل مجموعة دول بينها علاقة مشتركة مثل الاتحاد الأوروبي أصدرت تنظيم خاص بالاتحاد الأوروبي بموضوع البيانات الشخصية وحدودها، ويتم تحديث البيانات الشخصية من وقت لآخر ويتم إدراج بيانات أخرى في هذا التحديث. يعني يمكن أنه مع التطور أنه تطوير قوانين البيانات الشخصية يمكن يحطوا التزام على شركة جوجل بدول معينة أنه ستريت فيو يشتمل معينات معلومات معينة. يعني الآن يجب أنه يظهر كل شيء يتم التقاط صوره بالشارع من ضمن ملكيات أو أشخاص أو سيارات، يعني مثلا في دول بتمنع إظهار وجوه الأشخاص. صحيح سيد بلال، وطبعا يعني أكيد زي ما كل بدها تركز إن أي اختراع في الدنيا ممكن يكون سلاح ذو حدين. الطبيعي طبعا الأساس فيه يكون العناصر الإيجابية، ولكن للأسف بيحمل في نفس الوقت العناصر السلبية. ولكن السعي الآن يعني هو المواجهة للاستخدام السيء من خلال التوعية وتحجيم انتهازية المجرمين. بشكرك سيد بلال حفناوي استشاري التحول الرقمي، شكرا لك، كنت معنا من عمان. والآن ننتقل لموجز لأهم وآخر الأنباء على رأس الساعة مع زميلة بسنت أكرم. إليك بسنت. شكرا لكم حبيبة وعهد. أهلا بكم. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم البوريج وسط قطاع غزة. في الوقت نفسه استشهد طفلان وسقط مصابون آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل بمخيم المغازي وسط القطاع أيضا. اضطر مئات المواطنين للنزوح قسرا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة باتجاه مناطق أخرى جنوب ووسط المدينة، وهذا عقب إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر لإخلاء جديدة وتهديدات باستهداف الحي بالقصف. ونزحت عشرات العائلات من الحي سيرا على الأقدام تاركين منازلهم أو ما تبقى منها متجهين إلى مناطق جنوب ووسط مدينة غزة. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواجه المواطنون معاناة النزوح المستمر. نقل موقع أكسيوس عن المتحدثة القادمة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفات أن رئيس المنتخب دونالد ترامب سيعمل بشكل كبير لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم. هذا وأكد الموقع الإخباري أن ترامب فوجئ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بأن المحتجزين ما زالوا على قيد الحياة، وأبلغه أنه كان يعتقد أن 100 محتجز وواحد قد قتلوا، مؤكدا له أنها ستكون قضية ملحة في المرحلة المقبلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقام جنود الاحتلال بتوقيف عدد من مركبات المواطنين في المدينة. وفي سياق متصل أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام. أفادت مراسلتنا بأن جيش الاحتلال أعلن اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان قبالة سواحل حيفا دون تفعيل الإنذارات. وأكدت المصادر العسكرية للاحتلال أن الحادثة لم تستدعي تفعيل الإنذارات، وذلك وفقا للسياسة المتبعة.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 24 مواطنا وإصابة 45 آخرين جراء هجمات الاحتلال على البقاع شرقي البلاد. هذا وأكدت وسائل أعلام لبنانية استشهاد 13 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على بلدة شمستار، كما استشهد 5 لبنانيين وأصيب 5 آخرون إثر غارة إسرائيلية على بلدة بوادي في بعلبك. كانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت إصابة 4 آخرين جراء قصف الاحتلال لمنزل ببلدة الحفير في بعلبك شرقي البلاد. أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بلواء جولاني بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة مع حزب الله جنوبي لبنان، فيما أكدت وسائل أعلام إسرائيلية أن لواء جولاني الذي يضم نخبة من جنود جيش الاحتلال خسر أكثر 110 من عناصره منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي عقب عملية طوفان الأقصى. نقلت وسائل أعلام سورية عن مصادر في محافظة حمص أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على منطقة جوسي القصير على الشريط الحدودي السوري اللبناني. وأكد التلفزيون السوري أن الهجوم الذي طال معبر جوسي ألحق أضرارا جسيمة بالطريق الواصل بين سوريا ولبنان. أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أنها تعاملت فجر اليوم مع حادثة إطلاق نار تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة رابية في العاصمة عمان. وقال الأمن العام الأردني إن أشخاصا أطلقوا النار على دورية عاملة في المنطقة فتحركت تجاهه قوة وحصرته، فبادر إلى إطلاق النار باتجاه القوى الأمنية والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني وأصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام. اتفقت الدول المشاركة في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب 29 في باكو بأذربيجان، اتفقت على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة أثار تغير المناخ. ومن المقرر أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة وينتهي ريانه في 2025. اتفقت الدول أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، والتي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. قال أليكسي سميرنوف حاكم منطقة كورسك الروسية إنه تم إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة المتخمة للحدود الأوكرانية، ولم يتضح حتى الآن نوعية الصواريخ التي تم تدميرها، ولم يذكر حاكم كورسك مزيدا من التفاصيل. رشح رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بروك رولانس ورئيسة معهد أمريكا فيرست بوليسي لتولي منصب وزيرة الزراعة. وفي بيان له قال ترامب إن بروك بوصفها وزيرة الزراعة المقبلة ستقود الجهود الرامية إلى حماية المزارعين الأمريكيين والذين يمثلون العمود الفقري لبلادهم. وحال تصديقي على تعيينها في مجلس الشيوخ ستقود رولانس الوزارة ويعمل بها 100,000 موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة بالبلاد. انتهى الموجز مشاهدينا، ونعود مرة أخرى إلى الزملاء لاستكمال باقي فقرات صباح جديد. إليكم. بشكرك بسنت، وفقراتنا في برنامج صباح جديد مستمرة ونستكملها الآن مع آية. هنروح دلوقتي لجولة جديدة في عالم الملاعب ومتابعة لأهم الأحداث في فقرة رياضية جديدة. مصر
وصل الفريق الإيطالي حملة الدفاع اللقبي في بطولة كأس ديفيز للتنس للرجال بتأهله للنهائي العام الثاني تواليا عقب فوزه في نصف النهائي على أستراليا، وسيضرب الفريق الإيطالي موعدا على اللقب اليوم مع الفريق الهولندي والذي تأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في دور الثمانية على صاحب الأرض إسبانيا ثم في المربع الذهبي على ألمانيا. وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي رسالة إلى جماهير برشلونة بمناسبة اقتراب الذكرى 125 على تأسيس البارسا، وقال ميسي: قضيت حياتي كلها هناك، أشعر أنني أنتمي لبرشلونة، غالبا ما نفكر أنا وعائلتي في إمكانية العودة للعيش هناك يوما ما، لأنني وأطفالي وزوجتي نفتقد حياتنا في برشلونة كثيرا. يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ملعب بوتاركي معقل ليغانيس في مباراة قوية ومهمة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، ويبدو الدربي المدريدي سهلا على الورق بالنسبة للريال، حيث يحتل ليغانيس المركز 14 ب14 نقطة، لكن لا يمكن إغفال أن ريال مدريد تعادل مرتين وخسر في مواجهة بالكأس مع آخر ثلاث زيارات لملعب بوتاركي. تطلع ليفربول لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حينما يحل ضيفا على ساوثهامبتون اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من البريمير ليج، ويقدم ليفربول أداء استثنائيا تحت قيادة مديره الفني أرني سلوت والذي تولى المسؤولية قبل انطلاق الموسم الحالي خلفا للألماني يورغن كلوب، حيث يتصدر ترتيب المسابقتين كما يلتقي اليوم مانشستر يونايتد نظيره إيبوسيتش تاون في الظهور الأول لمدرب مانشستر يونايتد الجديد أوماريو. سعيا للابتعاد خطوة جديدة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون في الأسبوع 12، فعلى ملعب سانت ميري يخوض الريدز المباراة تحت قيادة الهولندي أرني سلوت دون خدمات الثنائي أليسون بيكر حارس المرمى وترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لعدم الجاهزية. ويتربع الفريق على القمة برصيد 28 نقطة بعد تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراة وتلقى خسارة واحدة منذ بداية الموسم. تاريخياً تميل الكفة نحو المصري محمد صلاح ورفاقه والذين نجحوا في تحقيق الفوز في 11 مباراة من آخر 13 لقاء جمعهم مع ساوثهامبتون الذي فاز في لقاء وحيد وتعادل في آخر. وعلى ملعب بروتمان رود يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على إبسويتش تاون في المباراة الأولى للمدرب روبن أموريم الذي يعد السادس مدرب دائم للفريق في 11 عاماً منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون عام 2013. وتحوم الشكوك حول قدرة لوك شاو على خوض المباراة بسبب خوضه لبرنامج علاجي نتيجة إصابة تعرض لها منذ فترة. وقبل خوض المباراة لم ينجح المانيو سوى في حصد 15 نقطة فقط رغم خوض 11 جولة، حيث سجل الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل في 3 مع التعرض للهزيمة في 4 جولات. تعرف أكثر حول مباراة الدوري الإنجليزي بينضم إلينا من دبي المحلل الرياضي السيد مراد المصري، أهلا بك وصباح جديد. وأبدأ حديثي معك بالمباريات أو منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي اللي انطلقت بالأمس، طبعا في عديد من المباريات القوية ولعل كان أبرزها قمة مانشستر سيتي وتوتنهام، تعليقاتك على أو تعليقك في البداية على مباراة الأمس. صباح الخير. طبعا يعني امس كان حدث غير عادي، يعني ليس مجرد خساره مانشستر سيتي وليس انها الخساره الخامسه، ولكن الطريقه التي خسر فيها مانشستر سيتي، يعني السقوط برباعيه لاول مره في قياده جوارديولا على ارضه، رباعيه نظيفه، الاخطاء التي وقع فيها الفريق، الحاله الانهزاميه التي ظهر بها السيتي، كلها امور لم نعتاد عليها، يعني تشعر كأن بدايه يعني عصر مختلف تماما لمانشستر سيتي. الفريق سيكون يعني الان يفكر بالمنافسه
على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عوضا على المنافسة على اللقب بالوقت الحالي. أيضا اليوم بتتواصل مباريات الجولة ذاتها بمباراتين، الأولى بيلتقي متصدر المسابقة ليفربول مع ساوثهامبتون، وفي البداية كيف ترى تلك المباراة، وأيضا هل يستطيع ليفربول مواصلة هذه الانتصارات؟ يعني ممكن احنا ما شاهدناش امبارح، ولكن انا متاكد ان لاعبين ليفربول كانوا يحتفلوا وهم يشاهدوا سقوط مانشستر سيتي، وسيدخل المباراه هذه بمعنويات مرتفعه للغايه لتحقيق الفوز، زائدا لان المباراه المقبله ستكون مانشستر سيتي وليفربول في الانفيلد، يعني الفريق يمتلك فرصه يعني لم تسبق له على مدار سنوات طويله ان يوسع الفارق بهذا الشكل الكبير عن مانشستر سيتي بهذا التوقيت. ويعني ليفربول في الوقت الحالي هو افضل الفرق الانجليزيه، يعني هو الفريق الاكثر ثبات في النتائج، يتقدم على منافسيه بفارق مريح، يعني ليفربول هو المرشح الاول للمنافسه على اللقب لحد الان. لكن ليفربول هيلتقي ريال مدريد في قمه اوروبيه في يوم الاربعاء المقبل، هل برايك ممكن تؤثر تلك المباراه على اداء وتركيز اللاعبين الليله؟ هي جرت العاده بعد مباراه ريال مدريد تؤثر على تركيز الفريق، لانه دائما ليفربول يدخل مباراة ريال مدريد وهو يريد أن يتفوق عليه ويحصل الأمر ويخسر، يتعرض لصدمة، دائما الصدمة كانت تحصل مع بعض المباراة، الآن هو يمر، هو أعتقد أن ليفربول ستكون معنوياته في القمة في حال تجاوز عقبة ريال مدريد، هو أصبحت معادلة لليفربول في السنوات الأخيرة هذه المواجهة. سيد مراد، أيضا النجم المصري محمد صلاح بيقدم مستوى مميز مع فريقه في الموسم الحالي، هل تتوقع أن يستمر أيضا هذا التألق مع فريقه وتسجيل الأهداف اليوم؟ طبعا هو توقع أن الضغوط ستكون على محمد صلاح، لأنه الموسم الأخير لم يقوم بتنفيذ عقده، ولكن محمد صلاح هو من وضع الضغوط على ليفربول الوقت الحالي بأدائه الممتاز، يعني في الدوري فقط تسجيل 8 أهداف وتقديم 6 مرات حاسمة وأداؤه الثابت في جميع المباريات، أصبح هو من ينقل الضغط على آخرين سواء ليفربول أو المنافسين، ويعني هو أيضا نال قصد من راحة مفيد خلال التوقف الدولي، يعني كان قرار إيجابي من الكابتن حسام حسن على عدم استدعائه لمنتخب مصر في هذا التوقيت لاستمرار اللاعب عدم الضغط عليه ووصوله للفرقة الكاملة في هذا التوقيت. أيضا مباراة أخرى هامة لفريق مانشستر يونايتد ومدربه الجديد عندما يلتقي فريق إبسويتش، توقعاتك أيضا لتلك المباراة، خاصة أن هي المواجهة الأولى لفريق مانشستر يونايتد مع هذا المدرب الجديد؟ يعني دائما يعني بقول لما يجي مدرب جديد بيكون يعني اللاعبين يريدوا إثبات نفسهم أمام المدرب الجديد وتقديم أفضل ما لديهم، وأيضا التوقيت المثالي مع التعثرات التي حصلت للفرق المختلفة، أصبح مانشستر يونايتد في حال تحقيق الفوز اليوم سيدخل حسابات التأهل إلى دورة أوروبا بشكل قوي، يعني أعتقد أن الظروف قدمت مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، والمدرب الجديد ما زال أمامه الكثير من العمل طبعا، بالإضافة إلى الانتقالات الشتوية المرتقبة، يعني الآن الناس تريد، الجماهير مانشستر يونايتد تريد نتائج إيجابية وثم تبحث على الأداء المميز الذي كان يقدمه هذا المدرب مع سبورتنج لشبونة. المحلل الرياضي السيد مراد المصري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من دبي. هنا بتنتهي فقرتنا الرياضية، وعودة مرة تانية إلى عهد وحبيبة لاستكمال باقي فقرات صباح جديد. شكرا لك يا آية، والآن ننتقل إلى قصة أخرى. منذ بداية القضية الفلسطينية وقفت مصر مع الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت على كافة المستويات، ومن هذا الهدف تم إطلاق مبادرة أحفاد الزيتون داخل العاصمة المصرية القاهرة لمؤازرة أطفال غزة النازحين. المبادرة أيضا تهدف لتعليم الأطفال اللغات والحرف اليدوية التراثية في فلسطين وغزة تحديدا، وأيضا تقدم لهم دعما نفسيا حتى يتعافوا من مشاهد الحرب التي عاشوها داخل القطاع قبل قدومهم لمصر. داخل العاصمة المصرية القاهرة
أطفال صغار نزحوا من غزة يجدون بهجتهم في برنامج مجتمعي تم إعداده ليخرجهم من صدمة الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك من خلال مبادرة أحفاد الزيتون التي تقدم أنشطة تعليمية ونفسية وثقافية لمساعدة هؤلاء الأطفال المقيمين في القاهرة على العودة إلى حياتهم الطبيعية. أحفاد الزيتون مبادرة أنا بدأتها للتعافي الصحة النفسية من الصدمات اللي الأولاد شافوها في الحرب، وكمان علشان هم بقالهم دلوقتي فترة ما بيخشوش مدارس من أول الحرب على غزة، ففي جزء للتعليم وفي جزء للتعافي، وطبعا مع الحاجتين دول هم بينموا معانا وإن شاء الله يعني يتحسنوا من صحتهم النفسية والجسدية وبرضو يتعلموا. وتقدم المبادرة برامج تعليمية وإبداعية لأكثر من 330 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و17 عاماً من خلال تقديم المساعدة الأكاديمية التي تتضمن دروساً في اللغة العربية والإنجليزية والألمانية والرياضيات، إلى جانب أنشطة مثل تصميم الرسوم التوضيحية والصحافة والتصوير الضوئي والتطريز. بدرسهم مادة التطريز، لأنه التطريز مادة تراثية عنا، هو تراثنا أصلاً التطريز، ومن التراث اللي بيحاول ينطمس من قبل الاحتلال، بس إحنا نرفض هذا الإشي. فأنا قررت وحكيت مع إسراء إنه هذا التراث أو هذا التطريز لازم ينزرع حبه في قلوبهم، لأنه هذا تراثنا، وإحنا مهما تغربنا ومهما طلعنا من بلادنا إلا إنه تراثنا بيضلوا فينا وبيمثل هويتنا. فكرة إن أنا أضلني قاعدة في البيت كانت كتير مزعجاني، لأن أنا في غزة كان أغلب وقتي يعني كنت يا في النادي يا في المدرسة. لما جيت هنا حسيت انه في بارت اوف ماي تايم، انه خلص انا قادره اشغل حالي، قادره ما افكرش في الاشياء الثانيه، فلا فرق معي كثير منتلي، وحتى فرق معي انه اهلي حتى لاحظوا علي انه رجعت، بدأت ارجع زي انا، لانه I became a very different person بعد الحرب. يعني مبسوطه انه باجي هنا بالمكان وبدرس باحفاد الزيتون، ندرس كل الحصص هذه، يعني مبسوطين كثير يعني هنا. ومنذ انطلاقها في مايو الماضي اكتذبت مبادرة أحفاد الزيتون، وهي الآن في مرحلتها الثانية، دعماً مجتمعياً واسع النطاق، إذ تبرع متطوعون بوقتهم وموادهم وخبراتهم لدعم بيئة مواتية لنجاحها، وهو ما يعكس التضامن الذي يلقاه أهالي غزة الذين دفعتهم الحرب للنزوح إلى مصر على كافة الأصعدة، ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية. والآن ننتقل لفقرة طبية جديدة. Many once feared diseases can now be easily prevented. بين
بين أهوال الحروب وسرعتها المستمرة بيبقى الأطفال هم الضحايا الأضعف، إذ يدفعون ثمنا خفيا يمتد إلى ما هو أعمق بكثير من الجروح الظاهرة. وبتكشف دراسة حديثة عن آثار غير مسبوقة، حيث تؤدي الصدمات الناجمة عن العنف والنزوح إلى تغيرات في الحمض النووي للأطفال، تاركة بصمة بيولوجية تستمر مدى الحياة. وعهد كمان بتسلط هذه الاكتشافات الضوء على حجم الكارثة التي تنجرس جذورها في أجساد الأجيال الناشئة. الحرب لم تعد فقط نارا تحرق الحاضر، بل أصبحت تترك ندوبا تمتد إلى المستقبل، بتكشف عن معاناة لا ترى بالعين المجردة، لكنها بتكتب قصصها في أعماق كل طفل شهدها. ظلال الحروب التي تعصف بالعالم، لا تكتب المآسي فقط على جدران المدن المدمرة، بل تنقش في أعماق أجساد الأطفال وأرواحهم. دراسة حديثة كشفت عن تأثيرات مدمرة تتجاوز العيون الدامعة والوجوه المذعورة، إذ تظهر الحرب قدرتها على تغيير الحمض النووي للأطفال، تاركة إرثاً بيولوجياً قد يطاردهم مدى الحياة. بين أوكرانيا وروسيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يئن ملايين الأطفال تحت وطأة نزاعات لا ترحم، تضرب جذور الاستقرار وتزرع الخوف بدل الأمان. هذه الصدمات اليومية ليست مجرد حكايات عابرة، إنها تغييرات جينية عميقة تحدث من خلال عملية تعرف بمثيلة الحمض النووي، تعيد تشكيل طبيعة الجسم نفسه وتلقي بظلالها على الصحة العقلية والجسدية للضحايا الأصغر سناً. أمام مشاهد الموت والدمار، لم تعد الأوجاع النفسية وحدها الحكاية الأبرز، فالخسائر خفية وأعمق مما نتصور، إذ تظهر الدراسة كيف يعيد العنف صياغة الأجيال الناشئة بيولوجياً، ويزرع بذور أزمات صحية محتملة في المستقبل. هذه التأثيرات تمتد لتذكرنا بأن للحرب وجوهاً كثيرة، بعضها يبقى في الظل، لكنه الأكثر قسوة، كاشفة عن التكلفة الخفية للحروب، حيث يعاد تشكيل حاضر الأطفال ومستقبلهم في صمت، تاركة ندوباً لا تمحى مع مرور الزمن. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن دكتور كريم درويش، استشاري الطب النفسي. صباح الخير عليك دكتور كريم، برحب بك في صباح جديد. يعني بداية لو توضح لنا كيف تؤثر هذه الصدمات النفسية الناتجة عن الحروب على النمو العقلي والجسدي أيضا للأطفال. الحقيقة أن المعلومات الموجودة في التقرير دقيقة، وهو جزء من صراع علمي قديم، وهي هل الإنسان يولد مريضاً نفسياً ولا البيئة تصنع المرض النفسي؟ هذا جزء من الصراع. واللي اكتشفناه حديثاً، أو يعني مش حديثاً أوي، لكن يعني اللي اكتشفناه إنه فعلاً البيئة قد تصنع تغيرات كيميائية حقيقية وتغيرات جسدية حقيقية، سواء في الأطفال أو في الكبار. وحتى يعني في البحث وراء ذلك لقينا انه كمان التغيرات الجينيه قد تحدث،
وده اللي بيفسر حاجات كتيرة، بيفسر ازاي الأطفال اللي تعرضوا للصدمات النفسية البشعة زي الحروب مثلا، بما ان التقرير بيتحدث عن ذلك، ازاي هم كمان لما بيكبروا ده بيؤثر عليهم، لما بيكبروا بيبقوا أكبر عرضة وأكثر عرضة للأمراض النفسية الأخرى. يعني الأمر لا يتوقف عند الصدمة النفسية اللي تعرضوا لها فقط، ولا يتوقف عند حتى لو الصدمة راحت، التأثير ده بيبقى معاهم لما بيكبروا كمان. والتفسير الظاهرة دي إنه فعلا التغيرات الكيميائية الموجودة والتي حدثت أثناء الصغر تبقى معهم كمان لما بيكبروا. دكتور كريم، محتاج أعرف من حضرتك إيه هي عملية مثلية الحمض النووي اللي ذكرتها الدراسات، وكيف تتغير بفعل هذه الصدمات؟ الأحماض النووية اللي في جسمنا مسؤولة عن أشياء كثيرة، صنع المحددات الجسدية لينا والهرمونات وخلافه، وكمان صنع الصفات الشخصية. فالجينات بداخلنا تتأثر بالعوامل الخارجية. تتأثر إزاي؟ إن هي العوامل الخارجية بتؤثر إما أن تنشط هذه الجينات أو تخمد هذه الجينات. فساعات بتنشط جينات تصنع المرض، أو تخمد جينات، يعني يقل نشاط بعض الجينات التي تحمينا من الأمراض. فبالتالي بهذه العملية المعقدة المتأثرة بالبيئة اللي حوالينا يبدأ يظهر صفات شخصية جديدة وصفات مرضية نفسية جديدة لم تكن تظهر لولا الصدمات الخارجية. يعني لو طفلين دول، جبنا طفلين، طفل عاش في أمان والطفل تاني عاش في صدمات وحروب، هنلاقي انه وحتى لو كانت الصفات الشخصيه متشابهه، ان الطفل اللي بيعيش في هذه الصدمات تتغير جيناته عن طريق التاثر بالعوامل الخارجيه. طبعا الميكانيزمات الكيميائيه في ذلك معقده شويه، عن طريق ازاي ان هو بينشط هذا الجين وازاي بيخمد اصلا هذا الجين، يعني الميكانيزمات الكيميائيه لا مجال لشرحها هنا، ولكن ان الجينات فعلا بتتاثر بالعوامل البيئيه الخارجيه وتتأثر بالعوامل النفسية، إما أن تنشط وإما أن تخبر، فتصنع أمراضا أو تحمي من أمراض بقى في الاتجاه الآخر لو كانت البيئة آمنة. نعم، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه التغيرات البيولوجية إلى مشاكل صحية طويلة المدى لدى الأطفال أيضا؟ يعني بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 80-90% الأطفال الذين تعرضوا لصدمات في الطفولة، حتى لو توقفت هذه الصدمات، يعني اللي تعرض لحروب أو اللي تعرض لإساءات أو حتى لو توقفت هذه الإساءات تستمر المشاكل النفسية حتى في الكبر، تستمر المشاكل الجسدية حتى في الكبر. أمراض القلب، أمراض مزمنة زي السكر والضغط، أمراض نفسية زي الاكتئاب، أمراض زي الإدمان تستمر معاهم حتى لما يكبروا. المشكلة مش بتكون بس كده، إن هو حتى المرض النفسي ده أو المرض العضوي اللي بيستمر معاه حتى لما يكبر بيؤثر عليه هو شخصيا، ويؤثر على إنتاجيته، ويؤثر على عائلته. فلن نخطئ إذا قلنا إنه المشكلة أو الإساءة في الطفولة هي عابرة للأجيال. يعني ساعات لما يبقى فيه مثلا أب مسؤول عن عائلة أو أم مسؤولة عن عائلة تعرضت لهذه الإساءات في صغرها أو تعرضت لهذه المشكلات في صغرها أو في صغره، وتستمر مع المرض النفسي لغاية لما يكبر بدون ما حد يساعده، بدون ما يعني حد يعالجه، يؤثر ذلك على تربيته لأطفاله، ويؤثر ذلك على عائلته بالكامل، فينتقل ذلك إلى الأطفال بمعنى أصح، أو يعني أو ينتقل كمان تأثيرها إلى الأطفال، فكأنها تكون عابرة للأجيال فلا يتوقف. طيب دكتور، في حالات موثقة بتبين ارتباط الصدمات الحربية باضطرابات نفسية أو جسدية يعني محددة لدى الأطفال؟ هو بالطبع زي ما قلت، هو كان الأمر من حوالي 10 سنوات كان صراع كده علمي، وكان الأمور غير واضحة، ولكن أصبح الأمر يعني موثق تماما بالدراسات العلمية الحديثة، إنه سواء تعرض، طبعا الحروب هي صدمات يعني كبيرة وما فيش غالبا ما فيش زيها، ولكن هي الفكرة إنه أي صدمات حتى لو يعني الحروب أو غيره أو إساءات في الطفولة بيزيد نسبة اضطرابات الأمراض النفسية زي الاكتئاب
أو اضطرابات الصدمة أو كرب ما بعد الصدمة المركبة عند الأطفال، أو كمان الإدمان بيزيد نسبته كثيراً ويصبح أصلاً حتى من ضمن الأمراض تصبح مزمنة، يعني حتى علاجها بيكون صعب جداً عند لما الأطفال بيكبروا أو لما بيبقوا. نعم، أيضاً كيف يمكن للأطباء والمختصين التدخل لتخفيف تأثير هذه الصدمات على صحة الأطفال؟ هو الحقيقة السؤال يبدو بسيطاً شوية، ولكن الأمر سيذهب أبعد من الطب النفسي كمان، لأن فقط الطب النفسي مش هيبقى كافي هنا، لأنه لو بنتكلم على طفل ما تعرض لإساءة أو طفل ما تعرض لهذا الشكل من الصدمات البشعة كالحروب، فالأمر لن يكفي أن يكون هناك الطب النفسي فقط، ولكن كمان التدخلات الاجتماعية والنفسية مهمة جدا. وهنا أقصد إن أنا دلوقتي عند طفل انتزع منه الأمان اللي بيسمح له أنه ينمو في بيئة آمنة، وانتزعت منه هذه الاحتياجات الأساسية اللي بتسمح له أنه ينمو بشكل نفسي وشكل جسدي حتى بشكل آمن. فأهم شيء هو توفير بيئة آمنة قدر الإمكان وتوفير احتياجات الطفل الأساسية. يعني إحنا لو بنتكلم في طفل الحرب حرمته مثلا من الأمان أو من المسكن أو من الملبس أو من شوية أكل، هو ده اللي المفروض نوفره الأول. فالتدخلات الاجتماعية هدفها تأمين احتياجات الطفل الأساسية سواء كانت نفسية أو سواء كانت غير دي. الطب النفسي يتدخل كمان بشكل آخر مع التدخلات دي، والتدخلات دي أساسية لحماية نفسية الطفل. الطب النفسي كمان يتدخل بعلاج ما تم تدميره كمان في الأطفال، اللي هو سواء بقى تأثر الطفل بأنه بقى عنده اكتئاب كمان أو تأثر بأي اضطرابات نفسية أخرى في الوقت الإساءة نفسها أو في وقت الصدمة نفسها. طيب دكتور، هل يمكن أن تنتقل هذه التغيرات الجينية الناتجة عن الصدمات للأجيال القادمة؟ شكرا ليك، لأن في أكثر من ميكانيزم وأكثر من يعني إمكانية لانتقال هذه الجينات. أولا إحنا تحدثنا على أن الجينات تتغير فعليا، يعني الموضوع مش فقط إن الحكاية بتكون نفسية وتكون يعني قابلة للإنعكاس، لا، هو فعلا الجينات تتغير فعلا. فإحنا لو قلنا إنه مثلا سيورث هذا الطفل صفة ما لأبنائه، فعندما تتغير الجينات فهو سيورث صفة أخرى، سواء كانت بقى ممكن تبقى صفة القلق الزائد أو القابلية للاكتئاب، لأن إحنا قلنا في بعض الجينات التي تحمي من الأمراض سيقل نشاطها، بعض الجينات التي يعني تزيد من نسبة حدوث الأمراض سيزيد نشاطها، أول ميكانيزم أو أول إمكانية. تاني إمكانية هو الطفل ده لما هيكبر وهيكون شخص مصاب بالاكتئاب المزمن، مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، مصاب بمرض مثلا زي الإدمان أو اضطرابات المزاجية أو أشكالها المختلفة، إزاي إحنا متخيلين أنه سيربي أبنائه بشكل سوي؟ طبعا مش بقول أن ده مش ممكن، هو أكيد المرضى ممكن يربوا أبنائهم، ولكن تأثير ده لو لم يحصل على العلاج الكافي، تأثير ده على عائلته عامل إزاي؟ فهي بتكون عابرة للأجيال بأكثر من إمكانية وأكثر من ميكانيزم. نعم، إذن ما هي أهم النصائح التي يمكن أن تواجهها للأسر اللي بتعيش في مناطق النزاع لحماية أطفالها نفسيا وجسديا؟ طبعا يعني مش هكون بحاول أزايد أو أنظر على هؤلاء العائلات لأن بيهم ما يكفيهم، ولكن على أقل تقدير لو عرفنا إنه الأطفال بيفهموا الخوف والقلق من ذويهم، من مقدم الرعاية لهم، إذا استطعنا قدر الإمكان إن إحنا ما ننقلهم في الخوف ده يبقى شيء جميل قوي. تأمين احتياجات الأطفال الأساسية من مأكل وملبس ومشرب، ده بس لوحده يكفي ل50-60% من الوقاية ومنع الاضطرابات في المستقبل. دكتور، يعني كيف يمكن للمجتمعات المتضررة أن هي توفر بيئة داعمة تساعد الأطفال على التعافي من هذه الصدمات؟ لو قلنا أنه الأطفال نفسهم بيقدروا يفهموا مفاتيح الخوف أو يعني بيفهموا ما يخيف وبيكتسبوا الخوف أو بيكتسبوا القلق أو بيفهموا إيه اللي يقلقهم وإيه اللي يخوفهم من الناس الكبار من مقدم الرعاية ليهم، فهنفهم إن هو
مقدم الرعاية ده أو الأب أو الأم أو أيا كان الشخص المهم في حياة الطفل، هو رد فعله لما يحدث حوله مهم جدا عشان الطفل يحس بالأمان. بمعنى لو الطفل كل شوية هيشوف أمه أو أبوه مرعوبين وخايفين، فبشكل تلقائي هيحس بالرعب والخوف وينتقل ده إلى جهازه العصبي ويتم التغييرات المضرة اللي قلنا عليها. لو حاول الأب والأم بقدر الإمكان ما ينقلوش ده للأطفال، ده هيبقى كويس قوي. لو حاولنا قدر الإمكان برضو، لأن أنا عارف إن إحنا بنتكلم في ظروف استثنائية زي الحروب وغيره، إن الأطفال يجتمعوا بغيرهم من الأطفال وحياتهم الاجتماعية لا تتأثر إلى حد ما، وإن احتياجاتهم الأساسية لا تتأثر إلى حد ما، ده هيبقى رائع جدا. وده غالبا غالبا هيحمي، يعني مش عايز أقول 90% عشان ما بقاش مبالغ، بس على الأقل هيحمي نسبة 70% من الأطفال من إن هم يتطور لديهم اضطرابات في المستقبل. في نفس السياق، ما هي الطرق التي يمكن من خلالها رصد الآثار النفسية المبكرة للصدمات على الأطفال لتجنب تفاقمها في المستقبل؟ شكرا لك على هذا السؤال، لأنه الأطفال لا تظهر لديهم الأعراض الكلاسيكية للاكتئاب والقلق. يعني ما فيش طفل هيجي يقول أنا مكتئب شوية فسيبوني لحالي، أو مثلا أنا قلقان الفترة دي. الطفل مش بيعمل كده، بالعكس هو بتلاقي أنه ملامحه طبيعية ما فيهاش مشكلة، ولكن سلوكه هو المفتاح. لما الطفل يبدأ سلوكه نفسه ويبقى فيه مشكلة ويبقى سلوكه متحدي دايما، وسلوكه عنده ما بيسمعش الكلام زي الأول، عنده فرط حركة شديد وعنيد أكتر من الأول ومختلف عن شخصيته، عنده مشاكل في النوم، كوابيس متلاحقة، يعني سهل الاستثارة، بيعيط على أقل حاجة، هذه الأشياء وهذه المفاتيح السلوكية قد تنبئ أن الطفل في شيء متغير. مش لازم أقول أنه عنده صدمة، مش لازم أقول أنه قلقان، مش لازم أقول أنه مكتئب، ولكن على الأقل هو هذا الطفل في شيء متغير. فالمشكلات السلوكية لدى الأطفال هي العلامات الأولى اللي ممكن يعبر بها الطفل عن إصابته باضطراب، سواء اضطراب اكتئاب أو الصدمة أو غيره بيعبر بها. فالمشكلات السلوكية هي رقم واحد. حقيقي الحروب الحقيقة أن تأثيرها أعم وأشمل من ذلك، فيعني الحروب انتزعت الطفولة من الأطفال، وده واضح في منطقتنا العربية، غزة، لبنان، الضفة الغربية والسودان. وبشكرك دكتور كريم درويش استشاري الطب النفسي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا. ومشاهدي صباح الجديد، فقرتنا مستمرة ولكن ابقوا معنا. انطلق مساء أمس حفل افتتاح الدورة 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، وده كان بحضور عدد كبير من فناني وصناع المسرح من مختلف دول العالم، وتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة خلال حفل الافتتاح. أي المهرجان هذا العام مهتم بشكل كبير بالقضية الفلسطينية واللبنانية على حد سواء، وهو الأمر الظاهر في اختيار محاور ندواته المختلفة. صحيح يا حبيبة، وبتشهد هذه الدورة نسبة مشاركة كبيرة جدا، فبيشارك فيها 80 عرض مسرحي من مختلف دول العالم.
وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من تونس السيدة نصاف بن حفصية، مستشارة فنية للدورة 25 لأيام كارتاج المسرحية. أهلا بك معنا في صباح جديد. وفي البداية خليني أسألك، يعني أمس تم تكريم عدد كبير من الشخصيات المسرحية البارزة، لو تحدثينا عن سبب اختيار تلك الأسماء. شكرا جزيلا، صباح النور صباح الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا يتم اختيار التكريمات والتتويجات بالمهرجان بناء على مسار فني طبعا ومخزون ثقافي ومسرحي يكون ساهم به المكرم. يعني تم اختيار طبعا الفنان الكبير الشاعر الكاتب سامي الجمعان من السعودية لنضاله الكبير مدة 40 سنة في الكتابة المسرحية وفي التأسيس. كذلك قامات مسرحية من تونس شباب، هنا لاحظنا أنه في اختلاف في السن، يعني في شباب كذلك تم تكريمهم لأنهم وهبوا حياتهم للمسرح لا غير، وتكريم كذلك الفنان ممدوح الأطرش من سوريا. يعني هو تنويع واعتراف لمسيرة فنية زاخرة في الميدان. نعم، إذن ما سبب اختياركم للعرض الصيني عودة النجم ليكون العرض الافتتاحي للدورة 25؟ هو اختيار فني تأسس هذه السنة أنه يكون في الافتتاح عرض عالمي أول، يعني أول عروضه العالمية تكون بأيام قرطاج المسرحية. كذلك إلى جانب القسم المخصص إلى المسرح والمقاومة، هناك قسم مخصص إلى المسرح والتجديد، المسرح وعناصر العرض الجديدة، التقنيات الجديدة ومدى تأثيرها على الأسس الأساسية المكونة للفنون المسرحية. يعني هذا العرض يرتكز على تقنيات إضاءة عالية جدا وعلى خيال يعني علمي كبير، فتأينا أن يكون كذلك في صلب محور اللي اختارته أيام قرطاج المسرحية، وهو بالأساس كما ذكرت لسيادتك أنه هو يكون في كل دورة هناك في يوم الافتتاح عرض أول لم يتم عرضه سابقا في أي مكان ما. سيدة نصاف، احنا بنتكلم عن واحد من اعرق المهرجانات المسرحيه في العالم العربي وافريقيا، الدوره تقريبا تشمل 12 عرض بالمسابقه الدوليه، لو حضرتك تقول لنا اكتر عن كواليس اختيارهم وكمان كم عدد البلاد اللي كانت مشاركه بهذه المسابقه. هو البلدان المشاركه تكون 11 بلد، لانه تونس ممثله بعملين، 12 عمل في المسابقة الرسمية على امتداد أيام المهرجان، يعني عرضين باليوم، عملين باليوم، 6 أيام يعني 12. الدورة ككل ستستضيف يعني 80 عرضا، ما سبب زيادة عدد العروض المشاركة؟ فضاءات بالأساس، لأنه في الدورة هذه احنا اقتحمنا فضاءات ثانية وأخرى لم نكن نزورها، هي المؤسسات والمدارس العسكرية للجيش الوطني وكذلك المؤسسات السجنية، يعني داخل السجون، عروض داخل السجون يعني تعرض أمام المساجين، وكذلك عروض موجهة إلى ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو مسرح الإدماج وذوي طيف التوحد. يعني تنوع الفضاءات والدخول إلى المدارس والإعداديات هو اللي خلى عدد العروض يزداد، خلافا إلى عروض الشارع كذلك. إذن سيدة نصاف، أيضا هناك معايير تم اعتمادها لاختيار العروض المشاركة، حوالي تقريبا من بين 80 عرض مسرحي هذا العام، إيه المعايير اللي اعتمدتوا عليها في اختياراتكم لهذا العام؟ أول شرط أنه يكون العمل جديد، يعني ليس مستهلك ولم يتم يعني تداوله كثيرا في الساحة المسرحية. يعني العروض هذه تكون شركة على أقصى تقدير منتجة عندها سنة يعني حديثة، مواضيع حرة، طبعا لا نشتري مواضيع، هي المواضيع حرة لكن تكون ذات قيمة ذات جودة ومنافسة
وكذلك أيام قرطاج المسرحية منذ سنتين بدأ يؤسس إلى سوق مسرحية يكون في إمكانية أنه العمل يتم مشاهدته من طرف الضيوف الوافدين من العالم ويمكن إمكانية اختياره وترويجه خارج بلده طبعا مهما كان البلد ومهما كانت جنسيته. طبعا زي ما شفنا ان كان في برامج خاصه لدوله فلسطين وايضا دوله لبنان، لو تحدثينا عن مشاركتهم المميزه في هذا العام. طبعا احنا هذه السنه بخلاف كذلك لبنان وفلسطين سوريا ايضا، فلسطين ولبنان الوضع الراهن وضع مؤسف جدا، وتضامنا مع شعبنا في الاراضي حب نقولوا راهو المسرح كذلك مقاومة وأنتم في القلب. فكانت عروض هم ممثلين في المسابقة الرسمية، يعني لبنان وفلسطين موجودين بالمسابقة الرسمية فضلا على عرضين موازي يعني إلى جانب المسابقة الرسمية ضمن العروض الأخرى. وعندنا مقاطع فيديوهات أرسلت لنا من قطاع غزة كيف أن المواطنين في الخيام يقضون وقتهم بممارسة المسرح، وتتم تقديم عروض أمام الأطفال وأمام الناشئة وأمام العائلات في وسط الخيام بين اللاجئين، يعني يستعملون الفن كسلاح يعني بلسم لجراحهم. عندنا فيديوهات يعني أعدت خصيصا لأيام قرطاج المسرحية سيتم بثها تضامنا مع الشعب، وهم شاطرون وشاركونا خاصة المهرجان لأنه لم يتسنى للكثير منهم القدوم إلى تونس لصعوبة التنقل في المنطقة طبعا. صحيح، في حقيقة المهرجان حاول أنه يكون داعم للفلسطينيين واللبنانيين، وهذه الدورة كانت بترفع قيم الانتصار والعدالة والحق في الحياة. طبعا بشكرك السيدة نصاف بن حفصية مستشارة فنية للدورة 25 لأيام تونس المسرحية، بشكرك لمشاركتك معنا في صباح جديد. ومشاهدينا الكرام بذلك القدر نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من اليوم من صباح جديد، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، كنت معكم أنا حبيبة عمر وزميلتي آية كفوري وعهد العباسي، شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبة.